قعد في البلكونه بتاعتنا في امبابه، لقيت قصادي محامي صديقي يعني. فقال لي انا يعني مسافر الشرقيه وعندي لفه كده، وانت بتعمل ايه في العيد؟ قلت له ولا حاجه، انا دلوقتي اقعد في البيت. قال لي لا تعالى انزل العربيه بتاعتي يلا بينا. طلعنا على الشرقيه، هو محامي فبيروح للوكلاء زباينه يعني كده. بس فروحت قابلتها بقى عند يعني زبون من زباين المحامي ده. كده شفت رفع قضيه يعني، كانت رفع قضيه، كانت رفع قضيه. لا هي ابوها كان رافع قضيه على حد في حاجه كده، شارقين ارض في شرقيه ولسه ما اتسجلتش يعني، فكنا موكلين المحامي ده يسجلها لنا. فكان جاي ياخد اوراق بقى من عندنا وكده. طب ومحامي رايح عند ناس هم اساسا موكلين وياخد معاه اصحابه؟ هو انا كنت طلعت في مسلسل ليالي الحلميه بلد قبل بلد المحامي، فكان بيعدي علينا احنا الاول. واخدني يتفشخر بيا برضه. انه بقى صاحب الفنان وكده، ممثل ومعروف وبتاع، شوف معايا. وبعدين انا كنت في ليالي الحلميه طلعت في مشهد كده يعني مش معروف ولا حاجه ولا حد يعرفه، فيقعد يحكي المشهد يا عيني والناس تقول له ما شفناهوش ما شفناهوش مش فاكرينه يا ما شفناهوش. طب ما كانش ساعتها طبعا في بقى موبايلات توريه ولا في حاجه؟ لا 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 مفيش. التليفون الارضي. طب انت كنت ساعتها شفت المشهد؟ لا برضه ولا المسلسل ده اكتر واحد قالت ما شفتوش ما ينفعش يمثل. طب وبعدين اول ما شفتها بقى حسيت بايه؟ انا اصلا كنت اصلا الحقيقه يعني متخرج من المعهد سنه 90، الكلام اللي بحكيه لك ده 93. السنتين اللي قبل 93 انا شقتي في امبابه كده 50 متر صغيره، قلت هتجوز وخلاص يعني، عشان يعني ماشي اركز في حياتي بقى ويبقى ليا بيت، ما يعني قاعد لوحدي يعني. فحاولت 13 14 مره اتجوز فشل. انت بص ربنا كاتب لك اصلا هو مكتوب لك اليوم ده في اللحظه دي في الساعه دي صح، من غير انت ما تسعى لها. كانت ساعه مقندله والله يا بنتي. انا السنه اللي بعد ما بطلت فيها اجري ورا عراي بقيت مبسوط قوي في حياتي. قعدت بقى السنه دي وحصل الموضوع دوت على طول، الكلام ده مثلا في شهر يناير. لا اتجوزت. انت ما اتكروتناش. احنا عايزين بقى واحده واحده كده، فين بقى بحبك؟ فين بقى اول لقى؟ بص انا اول ما شفتها يعني انت عملت ايه عشان توصل لها؟ أيوة. كان معايا 50 جنيه برضو؟ مش كانوا 20؟ لا ده يوم الدخله كانوا 20. بس انت على الفرح بقى كنت صرفت 30. اما شفتها بقى عايز اجي لهم كان معاك 70 على يوم الفرح كان بعزق 30 وفضل 20. لا 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 ده هم 100 جنيه. لا والله يا شيماء ال 50 دول كان في الاول وانا رايح اقرا فاتحه. جبت كان عندي طقم شيك بس مفيش جزمه، جبت جزمه من العتبه ب 7 جنيه. ايوه بقى. وجبت طبق حلويات واجرت عربيه اخد فيها قرايبي كانوا هم ساعتها في رود الفرج. يعني هم في الشرقيه بس ليهم في بيت في رود الفرج. وانا في لا انت واضح انك كنت داخل على راسم شاريين ارض بيسجلوها في بيت في رود الفرج. انت لميت المعلومات من المحامي فرشقت. ما بص من الاخر انا حاسس كده من الموضوع. لا والله لا والله لا في العقارات. لا والله انا مجرد ما حصل ده ودخل يعني اول ما قرينا الفاتحه ونزلت نسيت اقول لك جالي مسلسل كله ديكور واحد، وانت عارفه يعني ايه مسلسل ديكور طبعا واحد؟ ده لقطه تخلصيه في اسبوع 30 حلقه ياه. فلقيت نفسي باخد مبلغ كبير قوي الحمد لله، وجالي فيلم وبتاع ومش عارف ايه، وفرشت الشقه وشطبتها. وبعدين حصل موضوع ال 20 جنيه ده واسبوعين ثلاثه وشويه افلام بقى يعني. انا عامل الحمد لله 88 فيلم ما شاء الله ما شاء الله بعد ما اتجوزتها على طول. الله ما شاء الله. بيقولوا ان اصعب سنه اول سنه. طبعا فيها مشاكل كتير، بتقوم فجاه تلاقي حد غريب جنبك. ما زي ما بقول لك يعني انت في حياتك كلها بتبقى عايش لوحدك، بتلاقي حد معاك في البيت. اول لحظات مهما كان في حب وما ما اي حاجه روح. بس بتلاقي الحكايه انت نفسك يعني لسه هتتعامل ازاي وبتاع. مين ده؟ ايه؟ بقى تحس انك عايز تقول مين ده؟ مين ده فعلا؟ طب ايه الخصال يعني؟ اسال الاول مدام عبير، قولي لي ايه الحاجات اللي مثلا اللي ما كانتش شبهك؟ يعني كنت بتحبي مثلا تنامي والنور مطفي فهو بيحب يولع النور، تنامي والمروحه شغاله يعني قولي لي ايه الحاجات اللي لقيتوا نفسكم مش شبه بعض وقعدتوا كده بقى مستغربين مش عارفين هتعملوا ايه لا بقى؟ لا الحاجه الوحيده اللي ما كناش شبه بعض فيها ان هو بيسهر طول الليل وانا عايزه انام. عايز بقى ينام طول النهار انا عايز اصحى. ده كان اختلاف لغايه دلوقتي. ودي كانت ميزه يعني لغايه صباح الخير يا حبيبتي، تصبح على خير يا حبيبي، مساء الخير يا حبيبتي.
صباح النور يا حبيبي. وعشان كده الحياه استمرت. عشان كده 25 هتيجي منين المشاكل؟ واحد عايز ينام واحد عايز. طب احكي لنا بقى الشغل عمل بقى مشاكل ما بينكم؟ يعني عمرك مثلا في مره مثلا كان في مسلسل قلت له لا ما تعملوش قال لك لا هعمله او احنا محتاجين فلوس او حاجه كده؟ لا والله انا عارفه ان بالنسبه لسليمان الشغل هو شغل، يعني اي مشاهد خارجيه اي مشاهد حاجات شغل، ده شغل زي اي شغله في الدنيا، يعني متفهمه الموضوع ده. ناس كتير تقول لي ما بتغريش ما بتعمليش، اقول لهم لا انا عارفه ان ده شغل، يعني انا واثقه فيه زياده عن اللزوم يعني. وانا عايزه اتغير بس طب يعني لو اتعرض علي مشهد ساخن هتتضايقي؟ طب ما هو كان فيه كتير بجد. ايه ده؟ انت شعبان راجل يا نمس انت يلي انت جن وعامل كاركتر. ايوه يا مصر ما جابتش غير اتنين، طه حسين في الادب وشعبان في قله الادب. ايوه فاكراه طبعا. طبعا فاكره. انت كل حاجاتك حلوه وكل افهاتك بجد بتفضل عايشه معانا وما بتتنسيش ابدا. ربنا يخليك والله العظيم وحيت ربنا. طب هو بيتدخل في تربيه سلمى عبد الرحمن قوي ولا سايب الحمل عليك انت؟ سايب خالص خالص. خالص انا مصاحبهم وهي كمان مش بتربيهم هما الاثنين بس، وانا كمان معاهم لان انا هقول لك انا ما بشيلش حاجه خالص، يعني هي عندها لازم ما فيش حاجه تفضل موجوده بقيت اكل مثلا او كوبايه او مش فوطه او حاجه ملمية. وانت بتاكل وبتسيب الحاجه هي بقى طول اليوم بتشيل ده وتحط ده وبتودي ده انا اصلا ما اعرفش اعمل كده ما بطل تالي هو الضرب ده هو اللي ورم مش الاكل يعني. لا 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 وريهم الساعه وريهم بحب اعمل له ساعه قوي. طب كلمونا عملتوا ايه في شهر العسل؟ شهر العسل ده قضيناه في امبابه. بيقول لك احلى ناس والله احلى ناس ناس. اقول لك على حاجه، انا كنت في بيت في اربع شقق لاخواتي برضه وانا شقتي، قعدت شهر العسل ده ال 20 جنيه دفعتها خلاص انا كده على وعندي كل الشقه اقساط. وفجاه طبعا ايه هاكل منين؟ فالصبح جابوا لي الاهل اللي هو الاهل والحاجات اللي بيجيبوها الحمام والحاجات دي ونقطه بقى شويه نقطه كده ده بيدفع 100 ده بيدفع 50 دول عايشونا شهر العسل الحمد لله. يعني دول عايشوا. نازل بقى اشتغل مسرحيه كان مع احمد بدير عامل حساب اني هبداها فهيبقى هيجي فلوس يعني ده في شهر العسل. نزلت لقيت المسرحيه اتلغت خالص. فانا ايه تقول لي وش الساعه؟ ما انا اقول لك اللحظه دي بقى. بص لا ما بعدها بقى بدانا. انا بقول لك المسرحيه دي كنت واخد فيها 400 جنيه في الشهر وقالوا لي هديك 600 جنيه في الموسم ده عشان اتجوزت عشان يعني انت متجوز. فروحت لما اتلغت قابلت واحد صاحبي قلت له عايز اشتغل معاك اي حاجه لان عليا اقساط والشقه بتاع. فقال لي طب في مسلسل بعمله فلاح واحد واثنين. قلت له ماشي، كان اجري 50 جنيه في الحلقه. فروحت هناك لقيت ممثلين يعني صغيرين كانوا معايا في المعهد هم ابطال المسلسل. فاتكسفت ان انا اقول ان انا هعمل دور فلاح تسعه مثلا والحاجات دي. فالمخرج عرف كده فقال لي انا هكتبك في الورق ان انت اشتغلت وما قلت له لا كده يبقى انا خدت فلوس مش من حقي يعني. المهم اداني جلابيه وكانوا فلاحين في ناهيه. اداني جلابيه وفاس ورحت كل ما المشهد بيتعمل لوقت التصوير قلت له هظهر في المشهد ان انا بحفر كده ورا عشان يبقى اسمي اشتغلت في المشهد يعني. وانا مخلص بقى راجع مع محمود البزاوي قال لي انت عملت في نفسك؟ قلت له انا ما حدش شافني وخلاص ومحتاج المبلغ ده عشان ادفع قسطي. فقال لي طب تعالى اتفرج معايا على الزعيم. قلت له ماشي جنرال النهارده. فروحت لقيت الزعيم اتاجلت اسبوع فقلت له انا عايز امثل معاكم فيها. قال لي ده جنرال يعني المسرحيه خلصانه. فدخلت الاستاذ عادل امام عرفته بنفسي قال لي انت معايا بس في ايه ما اعرفش يا حبيبي مفيش دور. فلاقي الملقن كان بيطلع من الشباك كده بيعمل راجل عجوز. ايوه صح. فقال سليمان اللي هيطلع من يطلع يعمل راجل عجوز تعرف. قلت له ده انا عجوز اصلا وقعدت امثل له عجوز يا حبيبي. تحيه كبيره للفنان الكبير عادل امام طبعا الزعيم. قال لي كنت بتاخد كام في جوز ولوز مع احمد بدير؟ قلت له 600 جنيه. قال لي 600 جنيه؟ قلت له لا هم 400 بس هم زودوهم يعني خلوهم 600. فقال لي تعالى تعالى نادى الراجل قال له اعمل له عقد
ب 1500 جنيه ما شاء الله يا وش السعد الشباب الله اهو وعادل امام بقى الله اكبر ما شاء الله اللي المسرحيه اللي بتقعد بقى بس 6 7 سنين ما شاء الله كان سموني بقى ان انا رايح اعاره كده يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني بجد والله العظيم يعني ربنا يكرمك ويعني بص الراجل عمل ايه قال انا عايز اشتغل اي حاجه بس هي وش بص وشها حلو عليه ما انا وشي حلو وشك حلو كوش قوم تحتح كده ولا اعمل اي حاجه طب انتوا قولوا لي بتخافوا من ايه يعني حشرات بقى حاجات كده انا بخاف من التعبان يا ساتر يا رب وانت الفار بجد طبعا يعني لو في فار في البيت ما تموتوش انا لا انا موته الفار ما خافش منه هايف انا اعرفه بس التعبان يرعبك اه حتى لو مش سام ده اللي بيقولوا عليه على فكره الصرصار نفسه ما بموتوش انا ما بخافش بقى من الحاجات دي ما بخافش انا من الحاجات دي لا انا التعبان صعيد تعبان مره في حمام صعيدي في الصعيد واللي هو متر في متر ده وطلع لي من الكورنر وقف وش وانا ورايا حيطه والباب وطلع عمل لي كده اهو يا ماما فانت عملت له ايه؟ انا قلت اعمل اللي انا تعبان كبير واعمل له كده اهو برضه انتوا اتكلمتوا مع بعض اصل ايه؟ يعني اعملها على روحي ما انا بعملها اصلا مفيش مشكلة يعني فقاعد هموت بس ايه اللي هيحصل فقلت اعمل التجربة دي يمكن يخاف واحد نادى لحد بره سمع الصوت سمع الصوت عالي جري انا بقى خرجت زي ما انا ما يا حبيبي لا والله فبقول له الحق الحق في تعبان هنا قال لي هو طلع لك ايه البارد ده؟ ده واضح انه شقي ده بيعمل فقرة كل يوم مربينه كل يوم ده عنده نمرة زي المسرح كده لا ما بخافش انا من الحاجات انا بخاف قوي من البراس بقى والحاجات دي يعني البرص ليه ذكرى معينة ولا هو عموما كده زي انا عموما اي حاجة خالص يعني بص اي حيوان بخاف منه غير البني ادمين اي حاجة بخاف منها بترعب جسمي بيقشعر كده وبيفور عليا طب انت بتخافي من الاستاذ ما انا بخاف من ماجي عشان هو مش بني ادم انا مش بني ادم مش جايه تهدي المفروض يا مدام عبير عديها عديها وبهدلني بقى في شهر العسل هو شهر العسل قضيتوه فين؟ اسبانيا وداني اسبانيا حقيقه ما احنا برضو رحنا اسبانيا اسبانيا في شارع الجامع لسه حاكي انا رايح بص يعني انا رايح افسحها وشهر العسل وصارف فروحت واحنا لسه رايحين بقى قلنا ايه اروح فندق وحجزته على الانترنت وعمل لها مفاجاه مش قصدي حاجه يحجز فندق من غير ما يشوف صوره ينفع لا هو طلع ايه يعني طلع انا عايز اوري لك بقى ايه عيوبه يعني هو مش انا ما كنتش اعرف هو الناس كاتبين بقى ان هو تجربه حلوه وبتاع هنشوف بقى اللي هيحصل الله يسلمك يا مدوجي اي ام سو اكسايتد وانا كمان والله جدا انا اخترت لك اوتيل من على النت كل الناس اللي كاتبين على الاوتيل ده انه تجربه جديده خالص بس مش عايزين يكتبوا اي تفاصيل عنه عشان ما يحرقوهاش للناس اللي رايحين طب ما فيش حتى ولا حد كده عامل صوره وعامل تاج للاوتيل نشوف شكله عامل ازاي الصور اللي محطوطه كلها ضلمه ما دي انت شفت الرجل ولا انا متهيئه مش راجل ده تمثال اساسا يخرب بيتك في اي مدى هنروح فين ما اعرفش ماجي 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 تعال هو ده الاوتيل شكله كده انا خايفه يا مدي قوي ما تخافيش من المكان المنيل ده ايه يا عم ايه في ايه مدي ما تيجي نمشي العربيه مشي يا سيدي اكيد ده ثاني بس يلا شوش مدي مدي استنى عشرة تعال لا 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 يا Good night. Oh? Good night, I say. Welcome to our Extremadura Hotel. Oh? Maji, تعال نروح. Do you have any reservation? Reservation? Yes. Yes. Which one? Your name, please. Mehdi. Mehdi. And Shushu. Booking on Mr. Mehdi. Your room is not ready. Meanwhile, our staff gets ready your room
Would you take a place to have some appetizers, some dinner? Thank you. Yeah. وفين؟ Sit down, please. حاضر. Thank you. أنا ما أعرفش أقول له لا. بص المنظر عامل إزاي؟ تعالي بقى هلا. هي دي التجربة المهببة اللي جايبنا فيها؟ أنا دبسنا خلاص. دبسنا في إيه؟ قول له قول له وي مش هنعرف وي كانسل. قول له وي كانسل. يا ماما. سوري. Mr. Mari, yes. Please take your place to have some dinner. ماجي. يعني نقعد بقى. ما فيش حتة برا هنطلع برا أنا وأنت إزاي؟ أوكي. دي تراب دي ولا دي إيه دي؟ Mr. Mari, please. خلاص أنا سمعت والله. تعالى نقعد جنب بعض يا عم. عمر هتروحي تقعدي هناك وأنا أقعد هنا. لا طب نقعد. Mr. Mari, please. يا عم إيه لازم وإيه لازم يا عم. ما تزعقيش فيه ده أحسن يلبسنا. We sit here? Yes, Mr. Mari. Okay. Mr. Mari, yes. Where the dishes are, please. Where the dishes? Okay. Thank you. اقعدي هنا شوشو وانا اقعد نقعد جنب بعض. نقعد جنب بعض ما يفرقوناش. ماشي. انت حاطط بودرة مائية؟ انا خايفة. يلا. ممكن نشرب دم مع الاكل طيب؟ Mr. Mari. يا عم وي سيت ناو. اوكي. انا وهي هناكل في طبق واحد. ده غويط كده ليه؟ ماجي انا خايفه قوي. ماجي انا دراعي وقف. يلا نمشي. هنمشي نروح فين اصلا؟ انت شفت الدنيا ضلمه ازاي بره؟ لا بقى. ايه القرف ده؟ لا 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 شيل البتاع من قدامي هرجع. شيله من قدامي هرجع. اوكي فيري نايس حلو قوي. ماجي طب قول له احنا عايزين نخش اوضتنا. وي فينيش. اوكي وي فينيش خلاص خلصنا. وي نيد ماي روم. عايزين ندخل الاوض. تو كلوز ذا دور بيكوز وي نيو هازبند. انت عارف ان حضرتك ما ينفعش في شهر العسل اللي بيحصل ده؟ انت عارف ممكن خطره ايه على اللي بيحصل في شهر العسل؟ بص يا ماجي ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتضحكنا قدام الراجل. لا 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 انت بتعوز علينا ولا ايه؟ كل اعوذ برب الفلق. كل اعوذ. ايه القرف ده؟ بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله. انت بتبوسني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ماجي ماجي ده جاي. لا 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 خليك. قوم 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 يا ماجي قوم بسرعة قوم بسرعة قوم بسرعة قوم بسرعة. لا 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 قلت لك ما نحشرش نفسنا جوه. حيت 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 حيت. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. ماشي اقعدي بقى كلي بقى. ما تزعقليش انا مش ناقصه. بص تعالى نطفي الشمع ونجري. ايه ده؟ انت شمع ايه اللي تطفيه؟ نطفي ونجري تبقى الدنيا ضلمه ما يشوفوني. وهيفضل قاعد لنا كده. اطفي معايا بقيه الشمع يا ماجي. كان وي جو؟ ماجي ايه؟ الحق صح عند الباب يا ماما. يا ماما المكان ده المكان ده الله يخرب بيتك على شرطك المنيله. ما تسكتي بقى. كان وي جو؟ انت ما بتردش ليه؟ ماجي اجري يا ماجي. هنجري نروح فين؟ انا خايفه بجد. اجري يا ماجي اجري 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 اجري. لا هيرجع. الحق يا ماجي. يا ستي احنا هنفضل كل ده واحنا واقفين؟ مفيش حد يشيل لنا الشنط يا كابتن؟ يا لهوي اقسم بالله هديله بلحه في دماغه. اند وات ذا فينيش وي فينيشت وي نيد روم. انا يا عم في شهر العسل يا عم ما ينفعش الكلام ده. ماجي 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 ماجي. لا لا يا عم ايه يا عم؟ يخرب بيت ده ايه الغشامة دي؟ اوعى طيب اوعى. في حاجة سخنة. لا 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 يا ماجي اجري اجري رجلي ماي رجلي.